الكلودانتا ديزيز اللي هو ايش؟ الجينجيفايتس والكلودانتا. طيب اليوم حنكمل بسرعه، اليوم حنكمل instrumentation اللي هي الـ principles of instrumentation. ايش يعني؟ يعني انا هديت انا عارف الـ instruments، انا كيف بدي استخدمها، كيف بدي اتعامل مع المريض. كل هذا اليوم لازم نعرف عشان لما نتعامل مع المريض نكون عارفين كيف نستخدمها بالطريقه الصحيحه. فاول حاجه في الـ principles of instrumentation هي الـ accessibility. ايش بنفهم من الاكسسبيلتي؟ يعني هي حنحكي في بشكل اساسي على البوزيشن اوف بيشن والبوزيشن بتاع الاوبريتور. انتوا لسه ما اشتغلتوش على المرضى صح؟ ايش ليش لازم انا اهتم في وضع الطبيب اللي بيشتغل ووضع المريض؟ بالضبط، لازم انا لما اشتغل مثلا ايش اكون مرتاح عشان ادي شغلي وانا مرتاح، عشان ما ازيش حالي وضعيه غلط، ازي العمود الفقري او ازي حالي. نفس الوقت المريض نفسه وانا بشتغل له يكون مرتاح، اذا كان مرتاح حيكون ايش؟ يساعدني، يتعاون معايا، نلاقي البروسيجر كلها ما فيش فيها الخوف اللي كل الناس خايفه منه بالنسبه لل الدنتال. الشغله الثانيه لما نحكي عن الفيزيبيليتي الومينيشن الريتراكشن، الفيزيبيليتي كيف انا اشوف الفيلد احسن وضعيه، وكيف انا اشوف المكان اللي انا بدي اشتغل عليه. انه انا اذا اشتغلت كويس شفت المكان اللي بدي اشتغل فيه، معناته انا بشوف وين الخلل، بشوف ايش انا اشتغلت، بشوف انا هل خلصت ولا ما خلصتش. كل هذا كل مكان الفيزيبيليتي عالية كل مكان أفضل النتيجة النهائية اللي حتطلع، صح ولا لا؟ الإلومينيشن اللي هو طبعا مش هنحكي كثير، طبعا هو الإضاءة وما الإضاءة مش كثير مهم بالنسبة لنا. ريتراكشن، إيش الريتراكشن؟ كيف أنا بالضبط أنا عندي شيك، عندي تانج، كيف بدي أشتغل؟ بدي أعمل ريتراكشن للشيك، بدي أعمل ريتراكشن للتانج. طبعا في ايش بنعمل؟ يا اما احنا في الميرور، يا اما في الميرور، يا اما بالفينجر. كونديشن والشاربنس اوف انسترومنتس. لقيت طبعا الانسترومنتس بتاعتنا زي ما شفتوا السيكل سكيل او الكيوريت مع الاستخدام لفتره طويله بتصير ايش؟ بتقل الشاربنس بتاعها. فلازم انا اشتغل انسترومنت كويسه، في نفس الوقت الشاربنينج هذا ايش؟ كل فتره وفتره انا اعمل شاربنينج للانسترومنتس، عشان كل ما كان الانسترومنت شارب اكثر كل ما شال اسرع وكل ما شال ايش؟ بسهوله، ووفرت انا الوقت في طريقه العلاج. الكلين فيلد طبعا اي واحد فينا بيشتغل في الاورال كافيتي لازم يشتغل في كلين فيلد. ليش؟ بدناش بلاد، بدناش سلايفا، بصير كروس انفكشن، كل هذه المهمة. الانسترومنت ستابيلايزيشن والانسترومنت اكتيفيشن، ايش يعني؟ الاستابيلايزيشن يعني انا لما انا اشتغل تكون ايدي ثابتة، ما ازيش كنترول احسن، ما ازيش المريض، لانه انا بدي اشتغل على هيفي كالكولاس، بدي فورس اشيل الهيفي كالكولاس، فلازم تكون ايدي ثابتة، ولازم نعرف كيف الطريقة الصح اللي اشيل فيها الكالكولاس. دائما انا بحكي لو جبت اي واحد من الشارع وعطيته مريض وقلت له شيل الكالكولاس، حيشيل الكالكولاس، بس ايش حيعمل؟ حيعمل انجري للسوفت تيشو، حيعمل سيفير بليدنج كذا. ما الهدف احنا مش انه نشيل الكالكولاس او البلاك، الهدف انه اشيل الكالكولاس بالطريقه الصح السليمه الايديال زي ما بنسميه. تمام؟ طبعا اول حاجه حنحكي فيها البوزيشن. طبعا بتاع المريض غالبا حيكون سوباين بوزيشن. بالنسبه للاوبريتر او الدنتست، عشان انا لما اشرح لكم البوزيشن بتاع الاوبريتر قسموها
بحكايه زي كيف ارقام الساعه. فانا لما احكي البوزيشن تاع الاوبريتر في الساعه 9 انت لازم تتخيل انه وين موجود مقابل الساعه 9. يعني تتخيل في الدماغ كيف ساعه كيف البوزيشن. لما احكي البوزيشن 9 اوكلوك تتخيل الاوبريتر يكون نقول مثلا بيربندكولار مع الايش هلقيت كل اللي احنا بنحكيه على الرايت هاندد. الليفت هاندد اوبريتر بده يعكسها تمام، بس لانه غالبيه الناس رايت هاندد فحنحكي بس على الرايت هاند تمام. حليت هذا تتوقع ايش 9 صح؟ طب لو انا نزلت شويه نزلت شويه طلعت لفوق حليت هذا ايش الزاويه 12. انا محكي 12 معناته انا جاي من خلف المريض تمام. لفت هذا تحسب يعني 9 بتصير ايش 3 و3 بتصير 4 بدل 7 بس او 8 عرفتي. لقيت احنا انا بدي ابلش مع المريض انا قررت ان اعمل له سكيلينج او روت بلانينج. طبعا انا غالبا هعمل الابر انتيريور مثلا واللور او الفول ماوث، بس ممكن انا كيف بدي ابلش في الابر انتيريور. جيت في الابر انتيريور او اللور انتيريور او في الانتيريور تيث البوزيشن تاعي لازم يكون صح والسيرفس اللي انا بدي اشتغل عليه بده يكون مرتبط بالبوزيشن تاعي. كل ما تغير السيرفس اللي انا بدي اشتغل عليه بسرعه بتغير البوزيشن تاعي. فحناخذهم واحده واحده. حناخذ هالجيت لما نشتغل على الانتيريور سواء كان ابر او لور. عشان يسهل عليك راح قسم الاسنان الكراون لجزئين. في بتتخيل انه هذا المريض وهي الاوبريتر زاويه قديش 8 و9 صح. السيرفس تاع التوث قسموه لجزئين، في سيرفس قريب من الاوبريتر سموه ايش توورد تو اوبريتر ماشي، في سيرفس صار بعيد عن الايش الاوبريتر سموه اواي فروم الاوبريتر تمام. يعني هيك احنا عرفنا اول حاجه البوزيشنات 9 10 12. هيك عرفنا انه السيرفس تاع التوث تقسم لجزئين توورد تو مي او اواي تمام. هيك لما انا اقعد في زاويه في الساعه 8 او 9 ايش السيرفس اللي حتكون توورد تو مي؟ ايش اللون اصفر ولا الابيض؟ اصفر. هذا تتخيلوني انا اللي بدي اعالج المريض تمام. ايش السيرفس اللي قريبه مني؟ الاصفر. فالتور تمي هذا لونها ايش؟ اصفر. حكيت هل هو دائما التور تمي بيكون ميزيال او هل بيكون ديستال؟ حسب انا ايش؟ يعني ممكن يكون هذا حيكون ايش؟ الديستال سيرفس صح؟ مع انه توورد تو مي بس تمام. بس الابر سنترال الليفت سايد ايش حيكون؟ ميزيال. ميزيال هو ايش بنحكي احنا متى بنحكي ميزيال وديستال؟ على الميد لاين تمام. فانا ما بيهمنيش هو السيرفس ميزيال ولا ديستال، انا بيهمني ايش؟ توورد تو مي او ايش؟ او اواي فروم. لما انا بدي اشتغل في الانتيريور سواء الابر او اللور السيرفس توورد تو مي بدي اشتغل في زاويه ايش؟ 8 9 يعني هذه الزاويه الاكثر زاويه بتعطيني فيزيبيليتي بتعطيني كومفورت في الشغل بتريحني حتى الانسترومنتيشن بيكون اسهل وفيش فيه فتيك ماشي؟ هاي بس تطلعوا هذا انا بدي اشتغل على اللور انتيريو تمام. السيرفس اللي اللون الاصفر حيكون ايش؟ تورتني. يعني انا وانا في هذا البوزيشن في زاويه 8 او 9 ما راح اشتغل الا السيرفس اللي تورتني اواي فروم مي
عشان اشتغلهم بدي اجي غير البوزيشن. لقيت حنشوف كيف نغير البوزيشن. الاربعة وخمسة هذا للليفت سايد تمام. هاي الماكسيلر انتيريور انا حاشتغل بس السيرفيس توارد تو مي. حكيت اذا انا بدي اشتغل السيرفيس اواي فروم مي بدي اغير كل البوزيشن من 8 اجي ل 12. يعني حكيت انا في البوزيشن 12 ما بشتغلش السيرفيس توارد تو مي، بدي اشتغل الاول سواء في الابر. لمين الجوال هذا؟ أنا بحبش الجوالات وبحبش حدا يتكلم في المحاضرة. اللي بيتكلم في المحاضرة أنا عندي يعني جريمة، هو بدوش ينتبه حر، بس لما يتكلم بيخرب على زملائه. فنيجي لقيت لما أكون في زاوية 12 أنا إيش بشتغل؟ Away from me. إيش اللون هانا؟ البنفسجي صح؟ سواء في الأبر أو إيش؟ في اللور. تمام حكيت انا نفس الشيء ايوه صح كلام. مش اشتغلناهم بس احنا اشتغلنا نص السير. احنا اشتغلنا الانتير والباستير والابر واللور صح، بس ما اشتغلتش كل الكرام. انا في الزاويه لما كنت 8 اشتغلت بس السيرفس اللي عليا يعني، بس مش كل السير لا، بس نصه في الابر واللور الجهه المقابله لي، لانه انا عشان اشتغل الديستال بدي ازيح راسه بدي اعمل هيك بدي فانا حتعب. فانا بشتغل البوزيشن المريحه الي واللي بتعطيني ايش؟ احسن طريقه اني اشيل الكالكولس. خلصت من الابر واللور بروح بغير البوزيشن ل 12 بشتغل السيرفيس ايش؟ اواي فروم مي في الابر واللور. هيك انا بكون خلصت البكال سيرفيس مثلا او اللور سيرفيس من ايش؟ من الانتيريور تيم. يعني مش اذا مثلا اقعد في زاويه 8 واقول يلا خلص بدي اعمل الابر واللور كامل، انا بعمل بس نص ال بس السيرفس. انا بهمني السيرفس مش نص الجرام، السيرفس توورد تو مي او سيرفس اواي فروم مي. جيت بالنسبه للبوستيريور تيث، لما انا اشتغل في اللور مثلا تخيلوا انا في الزاويه 8 او 9 ماشي، ايش السيرفيس اللي حشوفهم؟ حشوف البكال سيرفيس اللور رايت صح؟ اكون شايف يعني انا لما بدي اشتغل في الزاويه 18 8 او 9 حشتغل تو سيرفيسز في البوستيريور البكال واللينجوال الاوبوزيت سايد. تمام واضحه؟ ليش؟ لانه انا بكون زايح راس المريض شوية هيك فأنا بكون شايف الجهة هذه اللي جنبي، الجهة الثانية شايف أنا لينجوال. قلت لما أعكس حايش حشوف أو الأبر نفس الإشي سواء اللور أو الأبر، إيش حشوف؟ الجهة اللينجوال مع هذه، بس إيش عاد بيختلف في الأبر؟ في الأبر شوية أنا بطلع شوية بطلع ل 10 11 شايفين؟ انا بدي اشتغل ليش؟ بدي اجي من ورا شويه في ال في البوستيريور واكون ايش؟ شايف الجهه اللي بعيده عني، فانا بايش؟ باجي شويه من ورا بزيحه تلتل شوية عليا. طبعا هذا الموضوع تخيلي، بس لما بكرة تتعاملوا مع المرضى هتلاقي الأمور يعني إيش ماشية يعني سهلة وبسيطة وما فيش فيها صعوبة. هذا ملخص اللي حكيناه عشان تحفظوه حكيت إحنا خلاص عرفنا كيف أي جهة بدي أشتغل، أي كيف بدي أقعد المريض. لقيت إيش؟ في حاجة instrument stabilization. instrument stabilization يعني كيف انا ماسك ايش الانسترومنت.
الهدف من اني امسك الانسترومنت اول شيء انه يعطيني افكتيفنس اعلى استابيليتي عاليه عشان انا بشتغل بشار انسترومنتس ما يعمليش انجري اه في نفس الوقت انا بشتغل في الانسترومنتيشن مانوال ما يصيرش فتيك في المسلز اه كله هذه في عندي شغلتين مهمات في هذا الموضوع اللي هو الجراسب ايش يعني جراسب مسكة الانسترومنت والفينجر ريست ايش الفينجر ريست ايش انا بدي اركز يعني في انا عندي اصابع بدي امسك فيها الانسترومنت في اصابع بدي ايش اثبت ايدي على ال في طبعا طريقتين حنحكي عنهم سواء اكسترا اورا او انترا اورا وكيف كل طريق تمام الجراس في عندي البيني جراس طبعا البيني جراس احنا ما بنستخدمهوش بس هو بفهمك انه انت البريدنت الجراس المستخدم في البريدنتال انسترومنتيشن اللي هو الموديفايد حكيت هذا ايش اسمه هذا بيني جراس صح حكيت طلعوا عليها كيف منيح اه حكيت ايش حيختلف في الموديفايد انه عندي هلا انا ماسكه هيك في الموديفايد بدي بحرك الاصبعين هذول هان بحيث انه اسند على الرجل ايوه تمام في البالم اند ثامب جراسب البالم اند ثامب جراسب بكون ماسكه هيك ما بنستخدمهش في الكريو هذا فقط لما اعمل شاربنينج للانسترومنت بس هو لما انا بشتغل انسترومنتيشن بس بشتغل بالموديفايد بيني جراسب تمام فينجر ريست ممكن يكون انترا اورال او اكسترا اورال اكسترا كونفنشنال كيف يعني انا عاده لما انا ابدا اجي اشتغل مثلا على توف بكون الفينج بسموه الرينج فينجر وين بحطون خاتم هذا انا بحطه ادجيسنت للتوث اللي انا بدي اشتغل عليه بركز عليه وبشغل ايش ايدي انا كيف لقيتها بكون ماسك الانسترومنت هيك يعني لقيت مفترض انه هذا الانسترومنت كيف الموديفايد بين جراسب لقيت احنا عرفنا انه الانسترومنت ايش بيكون بيكون عنده هاندل شانش والبلاي او الوركنج لقيت عندنا الاصبعين اللي انا بمسك فيهم القلم اه بمسك فيهم وين في الجنكشن بين الهاندل مع الشانك يضل عاد الميدل وين بحطه بركز فيه على الشانك انا بكون ماسك الانسترومنت هيك تمام بضل هذا الاصبع فري هذا بعمل عليه ريست يعني لو انا بدي امسك الانسترومنت بالفين جراس حشيل همسك هيك صح موديفايد انه اجيب هذا وامسك فيه الشانك اثبت فيه ايش الشانك هذا بعمل فيه الريست واضحه لقيت لما انا بس بثبت بنسميه كونفنشنال لما انا بدي اثبت الادجيسنت للتوث ها هاي الموديفايد بين جراس شايفين كيف ماسك الانسترومنت ها طلعوا الميد هذا الميدل مثلا الميدل فينجر محطوط على الشانك هو اللي ماسك لي الشانك اه تمام وهذا معمول سبورت الرينج فينجر وين بحط الخاتم بعمل فيه ايش؟ ريست هو اللي بثبت لي ايدي لانه انا بدي اشتغل كل شغلي انا مش حشتغل بكل ايدي هيك يعني مش يعني لما اشيل الكالكولس مش حرفع ايدي من كل شغلي على الريست فقط فانا بكون مثبت هيك وبعمل ايش؟ تمام؟ هاي الموديفايد بين جراسب العادية هي the most effective and stable grasp. هاي شرح للجراسب شرحت لكم اياه. هاي اللي thumb the palm and thumb grasp حكينا بس على الحين هاي نطلعوا اه الريست او بسموه الفولكروم. الفولكروم يعني ايش؟ حاجة ايش؟ تتحرك. يعني يا اما بثبت على البكال سيرفيس للاسنان او على الجيسن تيف على الاكلوزال سيرفيس تمام يا اما اكسترا اورا بقول انا بشتغل مثلا على الابر مثبت ايدي على ايش على خده مثلا اه
انه انا ممكن انا وانا بشتغل انا ممكن هذا ايش اسوي اعمل هيك صح ولا لا مش مثبت ايدي ممكن اعمل هيك حيطلع معي كالكولس بس انا في اي لحظه ممكن اعمل هيك اجرح المريض اجرح نفسي اذيه هاي اذا بكون طلعوا كيف وين الفينجر ريست كيف ماسك الجراس حتى شوف حتى هذا كله دنتال بروب يعني حتى هو بيعمل بروبينج عامل ايش ماسك صح وعامل جراس صح وعامل ايش فينجر ريست صح ليش لانه خلص بتصير عاده عند الواحد اذا تعود انه يمسك الجراس يمسك الانسترومنت صح خلص بتصير عاده ما بيقدرش الا يشتغل في هذه الطريقه طبعا الريتراكشن او اللي بنسميه احنا استخدام الدنتال ميرور الدنتال ميرور ممكن انا استخدمها للريتراكشن ممكن استخدمها للفيجن مثلا وفي ايش اندايركت فيجن الاندايركت فيجن متى بستخدمه انا بنسأل بدي اشتغل في الابر انتيريور تيف ماشي الابر انتيريور انا ممكن ارفع راس المريض للاخر وانا اوطي راسي للاخر واشوف صح ولا لا هذه ما راح يعني وانت بتشتغل مش حتتحمل خمس دقائق ثلاث دقائق حتلاقي ايش في الم في الراس اما الصح انه انا اشتغل اندايركت بكون انا خلف المريض بكون انا بشتغل بالميرور ماسك ايدي الشمال ماسك الانسترومنت حتى لو توربين حتى لو في الاوبيراتيف بكره كيف بكون انا بشتغل ايش اندايركت ظهري سليمه بكون بحافظ على حالي في نفس الوقت بكون انا بشتغل صح حكيت الاندايركت فيجن صعب مش سهل تتعودوا عليه يعني تتوقعش انه من اول مره لانه المرايه حتعمل لك خلل في الابعاد حتكون مش سهله اولها بس لازم تعودوا حالكم تشتغلوا اندايركت اذا ما عودتوش حالكم ما هو الضبش عاد في كذا طريقة أول شيء أنت تشتغله هتشتغله برابر دان المفروض ما يكونش ما تغبشش صح؟ في ميرور مخصوصة بتغبشش في سبري بنحط على الميرور بتغبشش قلت ليش بتغبش؟ لأنه المريض بتنفس من الفم لو حكيت له تنفس من الأنف ما راح يتغبش يعني في كتير طرق نتحايل فيها على الموضوع هذا حكيت احنا عرفنا كيف المسكه حكيت كيف انا بدي اشيل الكالكولاس هذا بنسميه ايش الستروك فالستروك اللي هو ايش the act of moving the working end of periodontal instrument against the tooth surface كيف انا بحرك الانسترومنت في التوث سيرفيس هذا بنسميه ايش الستروك حكيت انا في عندي في ستروك انواع الستروك تايبس اوف ستروكس في عندي دايركشن اوف ستروكس هناخد اول شيء الدايركشن دايركشن انا عندي فيرتيكال اوبليك وهوريزونتال ايش يعني فيرتيكال؟ انا بشيل الكالكولاس ايش؟ فيرتيكال من تحت لفوق طب ليش مش من فوق لتحت؟ لانه المنطق بيقول انه انا ايش؟ ما اجي تحت الكالكولاس وايش؟ واشيل تمام وبليك جاي ايش بين الهوريزونتال والهوريزونتال كيف كلكم عارفين الهوريزونتال كيف احنا ليش قسموها هيك عشان انا في اسنان بنفعش معها اللي اشتغل فيرتيكال في اسنان افضل اشتغل فيها هوريزونتال في اماكن الاحسن اشتغل فيها اوبليك فانا بكون عارف انه مثلا في الانتيريور تيث احسن حاجه ايش الفيرتيكال ليش لانه رفيع السن رفيع فيش مجال اعمل ايش هوريزونتالي في الاسنان الخلفيه المولر ممكن اعمل هوريزونتال اوبليك تمام الانتر بروكسيمال في البوستيريور ممكن انا اعمل اوبليك ممكن اعمل فيرتيكال فهذه كلها ايش وضعيات مثلا في الفيرتيكال ستروك متى في الانتيريور تيث
في كل الانتيريور في كل السيرفيسز اوف انتيريور تيل. في البوستيريور تيل وين البوستيريور تيل؟ بس في الانتر بروكسيمال. تمام؟ قلت انا ممكن اشتغل فيرتيكال في البوستير في اللور ممكن لا ممكن بس ايش؟ الافضل انه اشتغل هوريزونتالي او اوبليك. تمام؟ بس في الانتر بروكسيمال فيرتيكال او اوبليك حيعطيني نتيجه افضل. في الاوبليك دائما الاوبليك وين؟ بتكون على الفيشل او الايش؟ او اللينجر سيرفيس او بوستيريور تي. لانه انا عندي الكراون عريضه ممكن انا ايش؟ اشتغل فيها اوبليك دايركشن. الهوريزونتال الراوند لاين انجلز عارفين اللاين انجلز؟ في الفوركيشن اريا عارفين الفوركيشن اريا؟ في الديب بوكيتس دي بوكيتس متى بيكون عندنا في الجيني باكس؟ لا في حالات الكوتلنتس ممتازين. حكيت اخذنا دايركشن حكيت ايش انواع التايبس اوف ستروكس اللي هي ايش؟ اسسمنت ستروك حكيته اول المحاضره. يعني انا بفحص يعني انسترومنت او تكنيك بفحص فيه الايش؟ طب انا ايش بدي افحص في البريوم؟ حكيت انا بالنسبه للاسنان او بدي اشيل الكاربوس مش انا بدي اشيله ليش بدي افحص؟ بدي اشوف اذا هل في عندي صب جنجيفال كالكولس صح؟ حكيت الصب جنجيفال كالكولس هل انت بتشوفه؟ لا حدش بشوفه. كيف بدي اشوف؟ بدي اعرف انه في بين ايش؟ الاكس بلوراي. حكيت البرودنتال بروب ايش بعمل فيه؟ بقيس فيه البروبنج ديب. ففي البرودنتال بروب بينفع اعمل فيه اكسبلورال؟ بينفع اعمل فيه اكسبلورال. تمام. طب الاكسبلورال العادي بينفع اعمل فيه؟ لا شارب ايش ما شاء الله عليهم ممتازين. حكيت ايش الاستروك الثاني اللي هو الكالكولاس ريموفر ستروك او اللي احنا بنسميه السكيلينج. في شغلتين ما بعرفش دكتور سعد حكيت فيها ولا لا، هم في حاجه اسمها السكيلينج وفي حاجه اسمها الروت بلاننج. السكيلينج اللي هو انا هدفي من السكيلينج اشيل الكالكولاس والبلان. تمام. في الروت بلاننج انا هدفي الاساسي مش اشيل الكالكولاس والروت بلان والدنتال بلاك، هدفي الاساسي اشيل الديزيز سيمنتم في الديب بوكيتس. لما يكون انا عندي ديب بوكيتس ونتيجه الانفلاماتوري او الانفلاميشن اللي صار يصير عندي السيمنتم في ديزيز نيكروتيك سيمنتم سوفت سيمنتم في بيكون في على السطح تاعه على السيرفس في بكتيريا في اندوتوكسينز. فانا هدفي اشيل الديزيز سيمنتم. كيف بشيل الديزيز سيمنتم؟ حكينا في المره الماضيه اي انسترومنت اللي هو ايش؟ الكيور. في السكيلر السكيلينج في ايش بعمله؟ في السكيلينج بعمل بالايش؟ ممكن اعمله بالسكيلر او بايش؟ او بالكيورينج. بس انا متى بحدد متى بدي اشتغل السكيلر او بالكيورينج؟ ايوه يعني اكيد ما تخربطوش يعني. الروت بلانينج الروت بلانينج سب جنجيفال. الروت بلانينج انا بشتغل فيه الهدف منه الكيوريت. ما ينفعش اشتغل بالسكيل بس بالسكيلينج انا بشتغل سوبرا جنجيفال او واحد ملي او خلال النورمال سلكس. بس ممكن انا اعمل سكيلينج بالكيوريت صح ولا لا؟ لانه الهدف من الكيوريت عند سكيلر انه ما عملش سنجر. انه بالكيوريت انا بدي اشتغل ايش؟ سب جنجيفال. لو اشتغلت بالسكيلر سب جنجيفال بسوي ايش؟ بسوي مشكلة. هو الكيوريت معمول لروت بلاننج. تمام؟ حكيت في نقطة دائما غالبية الطلبة والدكاترة حتى بعد الكرة بيخربطوا فيها. لما تيجي تحكي لهم ايش الفرق بين السكيلينج والروت بلاننج يقول لك والله السكيلينج انا بشتغل على الكراون
والبوت بلانج على ايش؟ يعني هذا هو مش فاهم ايش الهدف، فك السكيلينج انا بشرح اكرام. طب اذا انا عندي جنجبر ريسيشن انا حشرت ساعتها وين؟ على ايش؟ على الروت. يعني انا اذا في اذا عندي جنجبر ريسيشن في كالكولاس على الروت وانا هدفي بس اشيل الكالكولاس، ايش اسم السكيلينج؟ وانا اشتغلت على الروت صح؟ فاحنا اذا بنشغل سكيلينج بنشغل انا سوبر جنجبر او في 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 حدود النورمال ديبث اوف ذا سايكلس. انه النورمال ديبث اوف ذا سايكلس من 0 ل 3، يعني ممكن واحد يكون الديبث تاع السايكلس عنده ملي 2 ملي. طول ما انا بشتغل في النورمال ديبث بس احنا الافضل نحفظها بسهوله. هذاك سوبر جنجبر وهذاك ايش صار. حكيت ايش فايده الاسسمنت ستروك؟ انا عرفت انه والله في عندي كالكولاس هنا، انا بدي ايش؟ بدي اشتغل على هذا السيرفيس، على هذا السن، على هذا التوث. طب ايش كمان بفيدني؟ بعد ما اخلص تريتمنت، بعد ما اعمل سكيلينج وروت بلانينج، برجع ممكن بالاكسبلورر افحص اشوف والله الافكتفنس تاعتي، هل انا فعلا شلت ولا ما شلتش؟ كمان ممكن اشوف الريجولاريتي، مثلا والله اشوف سطح السن هل هو سموث رف، هل هو في مرات مش بيكون جروفز، يكون نورمال فاريشن، مثلا يكون في جروف مثلا في الروت في الكراون كذا. يكون انا عندي جنجفال انلارجمنت انا مش شايف انه ممكن يكون في جروفز ولا لا، كل هذا انا ايش بشوفه بالاكسبلور. اوكي نفس الفكره، يعني كلهم نفس الفكره. لقيت الستروك تاع السكيلينج كفورس انا بدي يكون عندي ايش؟ ميديوم فورس، بدي فورس كويسه عشان ايش؟ اشيل الكالكولاس. ليش؟ لانه الكالكولاس هاردلي بدهاش جيت في ال لا في السمول ميديوم هذه خليها في ايش؟ في الكيورت في الروت بلاننج، لانه انا بس هدفي اشيل الديزيز سمنتم. انا بديش هيفي فورس اشيل السمنتم لغايه لما ايش؟ اشيل نص السمنتم واوصل للدنتين. اما بالهيفي بالكالكولاس انا ايش عندي؟ عندي هيفي كالكولاس مسكين ماسك، فبدي ايش؟ بدي هيفي فورس او ميديوم، يعني بسموها ايش؟ الميديوم تو هيفي ايش؟ فورس. تمام؟ بدي اسموها كمان بول ستروك. بول ستروك يعني ايش؟ سحب. يعني انا بدي ايش؟ بدي قوه واشيل. في الروت بلاننج انا عندي بسموها شيفنج ستروك. شيفنج ستروك، شيفنج يعني ايش؟ يعني زي كيف؟ زي كشف. ضلني رايح جاي على هذا الايش؟ المكان. تمام؟ الروت بلاننج انا بش مش عشان جنجبر ريسيشن ولا ديب بوكيت. الروت بلاننج انا هدفي اتشيل ديزني. لقيت متى بسوي هذه الشغله؟ لما يكون انا عندي اتاشمنت لوس. اتاشمنت لوس كلينيكال كيف بشوفه؟ يا ريسيشن يا ديب بوكيت. يعني انت مش بس ريسيشن او انت في سواء عندك ريسيشن او ديب بوكيت بدك تعمل ايش؟ روت بلاننج. تمام؟ شايفين هاي الروت بلانينج سموثنينج وفروت سيرفيس ريموفينج ديزيز سمنتم تو فاسيليتيت تيشو هيلينج. ليش؟ لانه انا كل ما شلت الديزيز سمنتم يصير عندي كولاجين، بعمل اكسبوجر لنيو كولاجين فايبرز، ترجع ايش؟ كوردنتال ليجامنت شاربس فايبرز يصير هيلينج، ممكن ايش؟ يرجع يتكون لي لونج جنكشن ابيثيليوم يصير هيلينج في هذا الموضوع. فهذا الفكره من الروت بلانينج. شايفين في الروت بلانينج لايت تو ايش؟ بريشر، مش لازمني انا ايش هيفي فورس. هاي الفرق بينهم. لقيت احنا كيف بدنا، لقيت انا عرفت الانسترومنت، عرفت اي انسترومنت بدي استخدم، ايش بدي اعمل سكيل روت بلانينج. طب كيف بدي كيف بدي استخدمه
في حاجه اسمها انسيرشن. طبعا اي انسترومنت انا بدي ادخله مثلا في الديب بوكيت بدي اعرف كيف حكيتها. تتخيلوا مثلا سنين حكيت مثلا تخيل سنين جنب بعض وانا بدي ادخل في الايش في الديب بوكيت. انا عندي في هذا المكان ديب بوكيت تمام. كيف بدي ادخل باي زاويه؟ بدي ادخل من زاويه ايش حكيتنا نتخيل هذا البليت تاع الكيوريت. بدي يكون البليت تاع الكيوريت بزاويه الصفر مع السيرفس تاع مع التوف او الروف تمام. هذا ايش انا هذا دخلت ايش هذا بنسميه الانسيرشن. يعني انا دخلت بس دخلت الانسترومنت في الديب بوكيت او انتر بلوكس تمام. انا بس دخلته بزاويه ايش صفر يكون برا يكون البليت بارلل مع التو سيرفيس. حكيت عشان انا حكيت هل انا بقدر اشيل الكالكولاس بزاويه صفر؟ انا مضطر اعمل ايش؟ زيد الزاويه انجوليشن عشان اجي تحت الكالكولاس واشيل ايش؟ الكالكولاس. هذه الزاويه بسموها الايش اللي انت حكيتوا عنها الانجوليشن. ايش افضل انجوليشن من 60 ل 80 زاويه 60 ل 80 تتفرجوا فيه. يعني شايفين طلعوا كيف اول ما دخلها كيف البليت تقريبا ايش زي الصفر. لازم اجي تحت الكالكولاس يعني مش من نص الكالكولاس واشيله باجي من البيز للبيز تاع السلكس او البوكيت باجي تحت الكالكولاس وايش بعمل ايش الستروك فيرتيكال هوريزونتال حسب السيرفيس اللي انا بشتغل عليه تمام. يعني طبعا اول لما بدخل انسيشن بزاويه صفر بعدين بعمل ايش شويه انجوليشن بحيث انه ليش بعمل انجوليشن؟ انا عندي بليت هنا صح؟ هذا البليت لازم يجي بزاويه لازم يجي بزاويه لانه احنا عارفين انه مثلا في مثلا الجري سكيوريت اللور ايدج هو الايش؟ هو الشارب يكون صح؟ مش حكينا هيك؟ يكون وان كاتنج ايدج يكون اللور صح ولا لا؟ فانا حالي لازم من تحت ايش؟ واجي اعمل انجوليشن واطلع اشيل الكالكولس. هذه الزاويه التلتنج للانسترومنت بنسميها ايش؟ الانجوليشن. ماشي؟ كيف؟ ال 40 هذه بحكي لك انه ممكن تعمل انسيرشن من 0 ل 40 يعني الماكسيموم عندك 40 بس هي الفكره الاساسيه انه انا ادخل بارلل زاويه 0 او 10 او 20 يعني هي الموضوع انه سايبينه ايش؟ تقريبي. الادابتيشن ايش الادابتيشن؟ الادابتيشن وين بحط انا البليت على سطح السن تمام؟ لقيت السيكل سكيلر طلعوا كيف مثلا السيكل سكيلر حيكون مثلا احنا حكينا انه التب بتاعه بوينتد عندي تو كاتنج ايدج الكروس سكشن بتاعه كيف هذا يعتبر شارب انسترومنت صح؟ فانا لازم ايش؟ احطه على سطح السن بحيث انه انا اشيل الكالكولاس ما عملش انجري لوين؟ لا انتر دنتال بابيلا لانه انا حكيت لو انا ضليتني ماشي هيك اوصل وين على الانتر دنتال بابيلا. فانا بدي اشتغل بس على سطح السن. بدي اشتغل على سطح السن بدي اشتغل بس على الثلث او النص ايش؟ الاخير من الايش؟ من الانسترومنت. يعني لو انا زي ما احنا شايفين كيف حاطط الانسترومنت هذا وين هلقيت قاعد بجراح؟ انتر دنتال بابيلا. فلا انا لازم عشان اشيل الكالكولاس لازم بس اشتغل في الثلث الاخير او الثلثين او النص الاخير من ايش؟ من الوركينج ايش؟ او اللي احنا بنسميه دائما البليت تمام؟ لقيت مثلا في الاسنان الاماميه هذه كيف احسن دايركشنال ستروك؟ حيكون فيرتيكال. شايفين كيف الجراسب؟ شايفين كيف الريست ماسك ومثبت والادابتيشن صح 100% هو هيك بيشتغل ايش؟
هيك هو بيشتغل ايش؟ بيشتغل هو مرتاح وايده مرتاحة والماكسيموم افكت بيعطيه وفي نفس الوقت بيعملش انجر الى السوفت تيشو. طلعوا هذا نفس الفكرة بيشتغل بس على الايش؟ شايف كيف لما طلعوا هذا كيف لما ايش اشتغل في نص البليت؟ يعني انا ما جيش ايوه عشان ما اجرحش الانتربروبزيمال. قلت لما انا بدي ادخل على الانتربروبزيمال ايش بسوي؟ بلف الانسترومنت بلف البليت بحيث انه يدخل وين؟ في السبيس في الانتربنتال سبيس بحيث برضه انا ما يعمليش. وطول ما انا بشتغل وانا بس ايش؟ راك يعني انا بشيل وبشتغل على التوث سيرفس. بشتغلش انه والله بس على الكالكولس، يعني انا بكون انا بشتغل على لفيت الانسترومنت وفي نفس الوقت بقول انا داير بالي انه كل شغلي على التوث سيرفس عشان ما عملش انجري في السوفت تيشو. لقيتها في طبعا لما حكينا عن تتذكروا الشانك وفي التيرمينال شانك والفانكشنال شانك حكينا انه في ستريت وكير صح ولا لا؟ ايش الهدف منه؟ انه زي ما حكينا ستريت بدي اشتغل فيه على انتيريور، الكير بدي اشتغل فيه على ايش؟ على البوستيريور. اللونج شانك وين بيساعدني؟ لما يكون عندي الديب بوكيت بتشتغل على الروت، بدي حاجه طويله كلها ايش؟ حكيناها المره الماضيه. لقيت لما طلعوا هذا مهم جدا. انا لما بدي اشتغل لقيت في الانتيريور سهل بيكون الشانك باراليل مع ايش؟ مع اللونج اكسس مع التوث. تمام سهل. اما في الـ في الـ في البوستيريور طلع كيف لازم برضه يكون الشانك باراليل مع التوث سيرفيس او الكراون. هذا حيطلع الشانك كيف؟ مش باراليل مع اللونج اكسس. حتى في البوستيريور لازم يكون انا عندي الشانك وين؟ باراليل مع اللونج اكسس. ليش هذا؟ ليش هيك؟ انه في هذه الحاله حيكون البليت معايا مش مكانه مش صح، فمش حقدر ايش اعمل سكيلينج صح. كيف؟ لا البالانس غير، هذاك الانسترومنت في الديزاين بتاعه، اما هنا انا بحكي عن انه لازم الشانك سواء في الانتيريور او في البوستيريور يكون باراليل مع لونج اكسس اوف ذا توث. تمام؟ ماشي؟ بس في الاسنان الاماميه لما بدي اعمل روت بلاننج بدي اشتغل بالكلوريت ممكن ايش؟ يكون عندي الشانك بكون ايش باراليل انه انا بدي كيف؟ هذا بس في الايش؟ الكيوريت مش في الكيوريت العادي في اليونيفرسال، لانه انا عندي تو كاتنج ايدج. ففي لما يكون انا عندي يونيفرسال ممكن انا ايش؟ في الانتيريور استخدم تمام؟ ده خمس دقايق. تذكروا حكينا الاول الشاي كان عندنا ايش؟ شورت، عندنا ايش؟ لونج لور شاي هذا حكيناه برضه. ادابتيشن حكيناه، انجوليشن. شايفين كيف بيكون البليت؟ بيكون ايش؟
60 ل 80 بحيث انه يكون شايفين لما يكون الانجوليشن 90 ما مش حيشيل كل هذه ايش تفرجيكم الفرق بين خلاص يعطيكم العافيه.